كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال أن الولايات المتحدة تبحث مع السعودية شروط معاهدة دفاع مشترك شبيهة بالاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية. نيويورك تايمز أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذه الاتفاقية ستشكل حافزا للسعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. الصحيفة كشفت أن الاتفاقية تقوم على التزام الولايات المتحدة بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت السعودية لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية، حيث نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن اتفاقيات دفاعية قوية ستساعد في ردع أي هجمات على السعودية. المسؤولون أوضحوا أيضا أن هذا الاتفاق الدبلوماسي سيكون بمثابة خطوة مهمة لنزع فتيل التوترات العربية الإسرائيلية على حد وصفه. من واشنطن ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس. دكتور وليد حياك الله معي في نشرة الرابعة. دكتور، صيغة دفاع مشترك على غرار الاتفاقية العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية اليابانية، هل هي الصيغة الأنسب الأكثر حظا الأكثر قبولا عند المشرعين الأمريكيين في الكونغرس حتى يتم الحديث عنها بهذا الشكل الآن؟ الآن الوضع مختلف عما كان عليه في العام 2017 عندما قاربت الإدارة الماضية المملكة العربية السعودية وقامت بشراكة استراتيجية هائلة ليس فقط مع المملكة ولكن مع الرياض كقائدة للتحالف العربي. يعني وقتها وصلت العلاقات الاستراتيجية الأمريكية السعودية العربية إلى القمة. للأسف يعني تحت هذه الإدارة كما تفضلتم في تحاليل سابقة فوجئت المملكة بتقديرنا والكونغرس حتى الكونغرس الجديد خاصة بهذا التعاطي مع المملكة، مثلا يعني عدم وجود الحوثيين على لائحة الإرهاب أو نزعهم عن هذه اللائحة من ناحية الضغط على التحالف العربي وقتها فيما يتعلق باليمن وأمور أخرى ككلمات قالها الرئيس الحالي حول المملكة. الأمور تغيرت من جديد بعد حرب أوكرانيا لأنه شعر الغرب وشعرت واشنطن بأن الحاجة للمملكة هي حاجة ليس فقط ثنائية، يعني هذا الاتفاق الذي يجري الكلام عنه الشبيه يقال باتفاق مع اليابان وكوريا وغيرها، هذا الاتفاق يعني ربما يكون أقل أهمية من أي اتفاق أمريكي سعودي لأن المملكة بحد ذاتها هي في موقع إقليمي واسع ليس فقط في موقع ثنائي، ودولة تمثل أساس استراتيجي يعني كذلك في 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 العالم بشكل عام. صحيح، وهذا تكلمنا عنه وكتبنا عنه منذ سنوات. الآن هنالك تغيير في موقف الإدارة، هذا التغيير نشعر به أنه تغيير ناتج عن تغير الأوضاع. يعني لم فوجئت واشنطن أو هذه الإدارة بشكل خاص من تموقع المملكة السريع في السنتين أو السنة الماضية في المنطقة، فهي منفتحة على كل الدول، هي تقوم بمبادرات بين معظم الدول، هي لها عقود لشراء الأسلحة من مختلف الدول بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا فاجأ هذه الإدارة وتريد إعادة المقاربة مع المملكة العربية السعودية وعرضت هذا المشروع أو تعرض هذا المشروع على الأرض. لكن مثل هذه الصيغة الاتفاقية هل ستمر في الكونغرس بغرفتي أم ستجد معارضة؟ يعني خاصة أن هذه المعاهدة من الشروط أن تكون موافق عليها يعني من السلطة التشريعية في واشنطن. صحيح، هذه معاهدة رسمية ليست كالاتفاق النووي الإيراني، يعني قرار تنفيذي يوقع عليه الرئيس أو وزير الخارجية. هنا أيضا شيء آخر حصل في العام 2021 عندما بالرغم من معاهدة شبيهة، لا أقول يعني هي نفسها مع الحكومة الأفغانية، كانت هنالك معاهدة عسكرية مع الحكومة الأفغانية لحمايتها إذا تعرضت إلى ما هنا. ماذا حدث في صيف 2021؟ تم التخلي نهائيا. إذن المعاهدة بحد ذاتها على الورق قد تكون قوية وقد تكون مقبولة، ولكن ما هو الموقف الاستراتيجي الحقيقي الذي يقف وراء ذلك؟ ليس هنالك مثلا مع إسرائيل هنالك معاهدات قد لا تكون بقوة المعاهدة المطروحة. جيد، يعني أنا يمكن أشير إلى موضوع هذه الصيغة، لكن اليوم هناك أغلبية جمهورية دكتور وليد في في في, في الكونغرس. هذه الاتفاقية ستعتبر ورقة رابحة جدا في يد الإدارة الرئيس الأمريكي بايدن في الانتخابات الرئاسية. هل سيعطى هذه الورقة من قبل الجمهوريين مثلا يعني عندما يتم النقاش في هذا الموضوع؟
صحيح، آخر كلمة هي أهم. لم يتم النقاش بهذا الموضوع، لم يطلع الكونغرس بعد عليها، ولكن لنكن صريحين، الأوضاع الآن الأكثرية الجمهورية في الكونغرس هي في سنة انتخابية، من سوف يكون الرئيس، من سوف يكون المرشح الرئاسي إلى ما هنالك. إذن المرشح الرئاسي الأهم عند الجمهوريين تقريبا هو سوف يؤثر على الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب، ومن الإشارة يفهم جيد. المشاهد. طيب أستاذ، قانون دستوري أمريكي تحدث عن اللغة المعتمدة في معاهدة الدفاع المشتركة مع اليابان، مع الفلبين، مع أستراليا، مع نيوزيلندا، مع كوريا الجنوبية، يقول، وهنا استشهد ربما بما كتبه، بأنها معاهدات غامضة بشكل متعمد من أجل السماح باستجابات مختلفة لظروف مختلفة. هنا يطرح السؤال، إن كان ذلك أو هذه الصيغة التي تطرحها أمريكا للنقاش الآن تمثل التزام جاد بحماية المملكة في حالة وقوع أي هجوم عليها، أم أنها بلغة غامضة ربما تحتمل الكثير من الإجابات المختلفة عليها، وبالتالي هل ستقبل بها الرياض أم لا؟ نقطة أولى، الفارق بين هذه المعاهدات الثنائية ومعاهدات إقليمية كالناتو، الناتو يعني واضحة، الفقرة الخامسة واضحة، الفصل الخامس واضح جدا، إذا تعرضت الدولة تتحرك كل الدول. في الاتفاقات الثنائية مختلفة، لأنه بإمكان الرئيس وبإمكان وزير الخارجية أو مجموعة حكومية أن تقول نحن نعدل لأنه في عنا أوضاع أمن قومي، يربطوها بالناشونال سيكيورتي. يعني إذا تعرضت دولة معينة وبالرغم من معاهدة قد يقولوا سنتحرك أو لا نتحرك، هذا يقرره الرئيس. واضح، شكرا جزيلا لك، مستشار العربية للشؤون الأمريكية الدكتور وليد فارس من واشنطن. أهلا بكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.